الجزاء، راسية خطرة في المرمى. نعم، الفهود يتقدمون في مرمى ليتي، يسجلون أول أهداف الموسم بالنسبة لنادي الوصل، أول الأهداف تأتي، أول الكرات في شباك الاتحاد، اتحاد كلبة. رغم النقص العددي إلا أن الوصل يسجل أول الأهداف. هنا المحاولة وهنا الكرة الركنية التي تأتي وتتهيأ بعد ذلك في المرمى عن طريق لوكاس نيل. المدافع الأسترالي يسجل، يفتتح التسجيل ويودع الكرة في شباك الاتحاد. رأسية، نعم، اللعبت وانحطت في المرمى. هكذا تهيأت، هكذا جاءت ما بين درويش وما وقفت في هدف آخر. هكذا تأتي العرقلة. الفارو يسقط في منطقة الجزاء. شوف محاولة المرور، ضربة الآن الأورغوياني الفارو في تنفيذ لضربة جزاء. الكرة في المرمى، الله، هدف ثاني. وشاهد ردة الفعل، شاهد دراجان ماذا يفعل. أخين الفارو الكرة في المرمى، حطها في مرمى الحارس محمد عثمان بارود ويسجل. نعم، ثاني الأهداف، 2-1 أصبحت النتيجة لمصلحة الوصل في الدقيقة 6. كرة من شيكابالا، الله يا شيكابالا، الأهداف لتصبح النتيجة 3-2. مش مهم الإنذار، مش مهم أبدا الإنذار. الكرة التي يتدخل فيها الفارو الأوروغوياني، لكن بصناعة شيكابالية حقيقة في الشباك الاتحادية. شوف، هذا هو شيكابالا، هذه هي الكرة المقوسة الجميلة اللي رايحة تماما على المرمى، وبالتالي لمسها أيضا وحطها بشكل رأسي في المرمى اللاعب. أما الكرة حقيقة، يعني هذه اللقطة تظهر الآن ما حدث، ولكم الحكم مشاهدينا الكرام. في النهاية نقول بأن حكم المباراة هو الأقرب، هو المعني الوحيد باتخاذ القرار، وبالتالي دوندا بعد ما سجلها، بعد ما سجلها الفارو، هل يفعلها دوندا؟ دوندا 4، نعم، للفهول، رابع الأهداف في مباراة ضربات الجزاء. الوصل يضيف هدفا رابعا، أصبحت النتيجة 4-2. نعم، هذه هي البداية، هذه هي الانطلاقة الوصلاوية في بداية هذا الموسم في مباراة مع الضيف الجديد، مع الوافد من دور الدرجة الأولى. 4-2 في مباراة